كل عام وانتم بخير، بداية سنة جديدة إن شاء الله تكون خير على الجميع. رح كون معكم عبر منصة كيوميديا حتى أخبركم عن توقعات الأبراج، توقعات الفنانين وتوقعات الدول والتوقعات العامة. توقعات برج الحمل لعام 2023، عام رح يكون من أفضل الأعوام عندك. عام في كثير من الحظ، الأخبار الإيجابية، البدايات الجديدة على الصعيد المهني وعلى الصعيد العاطفي. ممكن كثير يكون عند الحمل فرص ارتباط المشتري ببرجك حتى 16 مايو، فرص مهمة لتغير بحياتك، لتعمل كل شيء في حظ. أي شيء جديد بيكون لصالحك، أي أمور بتخص المال بتكون جيدة بنص الثاني من السنة، فأمورك كلها منيحة على صعيد سنة من السنوات اللي فيها انفراجات، فيها راحة، فيها تغييرات بعد سنوات صعبة عم تطلع فيها من ضغط، من مشاكل، من قصص تعبتك بالسنوات الماضية. هاي سنة الحلول، سنة الانفراجات، التغييرات الإيجابية، حتى يكون في عندك فيها ارتباط إذا بدك. رح يكون عندك بين أشهر يونيو، يوليو، أغسطس فرص عاطفية كتير مهمة أو رجعة لحدا من الماضي، فاستغل هاي الفترة وانتبه من المشاكل مع الشريك وحاول تعززها بعلاقات ممكن تنتهي بارتباط عندك. زحل بالدلو رح يضل حتى 7 مارس، بينبهك يمكن بأول شهرين وخاصة العشرية الثالثة من خسارة صديق غالي عليك. بينتقل يوم 7 مارس لبرج الحوت ليكون بالبيت الأخير لإلك. هون لازم انتبه كتير منيح لمشاكل صحية وأمور فيها خيبات، وخاصة مواليد العشرية الأولى من برج الحمل، فمشان هيك انتبه من خيبات، ما تثق كتير بالأشخاص اللي حواليك. حاول كمان تراعي وضعك الصحي، في عندك أمور بتخص مشافي أو سجون إذا كنت من مواليد العشرية الأولى لبرج الحمل. تراجع وطارد عم يكون بأبراج ترابية، بداية العام عم يكون بالجدي. هذا التراجع بيأثر نوعا ما على علاقاتك بالشغل أو أمور مهنية أو خسارة شغل عندك. كمان بشهر 9 في عنا تراجع تاني لعطارد ببرج العذراء. التراجع هاد بيأثر على أمور صحية عندك. كمان بالشهر الخامس في تراجع ثالث لعطارد بيأثر على أمورك المالية، فانتبه لهذا الشيء. المريخ ببداية العام عم يكون ببرج الجوزاء، بيأثر عليك ببعض الأمور اللي بتخص الحوادث أو أعطال موبايل أو سيارة أو قصة بتشغلك على حدا من الأخوة أو مشاكل مع الجيران، فانتبه لهي الأمور. بلوتو عم ينتقل لبرج الدلو يوم 23 مارس حتى 10 يونيو، وهذا الشيء بيأثر على العشرية الأولى كمان بخسارة صديق، وإن شاء الله تمرق على خير. عندك أيام شوي سلبية، 20 أبريل، 5 مايو، 14 أكتوبر و 28 أكتوبر. هاي الأيام انتبه منها من أنك تعمل أي شيء جديد أو تغير بحياتك أو حتى تأخذ خطوة مهمة خلال هدول الأيام. بالنسبة للوضع العاطفي عندك خلال عام 2023 عم يكون كتير منيح، عندك بدايات عاطفية، عندك فرص ارتباط، عندك رجعة لأشخاص من الماضي بين شهر يونيو وشهر يوليو وشهر أغسطس. الوضع المالي عم يكون كمان جيد، خاصة بنص الثاني من السنة من شهر مايو بعد، عندك فرص مالية، عندك ثروات ممكن تحصل عليها، رح تشتري كتير ممتلكات خلال هاي السنة، رح يكون وضعك المالي والاقتصادي كتير منيح بالنص الثاني من السنة يا مولود برج الحمل. دراسيا عندك حظ بكل الجوانب، فكمان دراسيا من السنوات اللي فيها حظ دراسي، ممكن يكون في عندك نجاح حلو فيها خاصة بداية عام 2023. أما صحيا بديك بس انتبه صحيا يمكن بشهر 1 وبشهر 9 لأنه فيهم شوية مشاكل صحية، بالإضافة للشهر الثالث كمان في شوية وعكات صحية. هاي كانت أغلب التوقعات لمولود برج الحمل لعام 2023، وإن شاء الله يكون عام خير عليك يا رب.